السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأسئلة الجميلة جدا دول، إيه علاقة البيم بالبلاننج، وهل هو بس مجرد الجدول الزمني؟ لا، هو البلاننج إن أنت، أنا كنت شغال في قسم بلاننج في أكبر شركة الحمد لله في قطر، وهي بدون ذكر اسامي يعني الخياط أو UFC. فكل حاجة البلاننج بيعملها بنعملها من خلال البيم. يعني البيم فكرة ان هو بيوفر لي معلومات مركزية، مكان واحد موجود في كل المعلومات، بدل ما بدور شوية في الاكسل وشوية في الوورد وشوية هنا وشوية هنا. فكل الحاجات اللي احنا محتاجها في البلاننج بعملها من خلال البيم. تمام، هو المشهور ان انا بربط الجدول الزمني بالبرومترا او الاس بروجكت مع الموديل، سواء معمول بتكلا او معمول باركاد او معمول بالريفت. بس احنا مثلا كان من ضمن الحاجات تنظيم الموقع نفسه، عندي الكرين هحطه فين، ممكن وبدانا نصمم الموضوع دوت، الاماكن هتبقى موجوده فين، تخطيط الموقع نفسه عملناه، خطه الاخلاء برضو عملناها من خلال البيم، التكلفه نفسها، المشروع نفسه عملنا 4D، يعني كنا داخلين على مشروع معين، فالجزء التكنيكال عملناه والجزء بتاع الفلوس عملناه من خلال البيم. عندي معلومات، بدل ما في معلومة ناقصة أو معلومة مش موجودة أو كذا، الحمد لله من خلال البيم قدرنا نعمل كل اللي احنا عايزينه كمانجمنت وكبلاننج. وفي فيديو كان سجلته تقريبا ساعة في موضوع علاقة الإدارة بالبيم، هحطه إن شاء الله في الفيديو، وأتمنى يعجبكم بإذن الله.